يقول: هل الأفضل أن أمسك لساني تجاه ما يحدث بين طلبة العلم أم أبين وأناقش؟ إيه؟ هل الأفضل أن أمسك لساني تجاه ما يحدث بين طلبة العلم أم أبين وأناقش؟ تناصح مناصحة أن الإنسان يكف لسانه عن الكلام في الناس والغيبة والنميمة، فإذا ما استجابوا فأنت اسكت، امسك لسانك، لا تدخل معهم في مهاترات تراشق بالكلام، لا تدخل معهم في هذا إلا بالنصيحة والموعظة، إن قبلوها الحمد لله، وإما قبلوا أديت ما عليك.